ان في بطوله دوليه ان شاء الله هتشاركوا فيها، مشارك فيها فرق عالميه يعني باسماء كبيره، يعني بدات بقى تبدا ترتب اوراقك ازاي؟ هو طبعا الكابتن فتحي الاول ما عرض على امر وقال لي ان الكابتن محمود الخطيب ساله السؤال ده سؤال مباشر، انا لم اتردد. قلت له يا كابتن اطمن، اللي اقدر اوعد حضرتك بيه ان احنا هنروح ان شاء الله هننافس على البطوله بشكل جيد ان شاء الله، ويبقى شكلنا كويس وهنشرف النادي الاهلي، ده اللي اضمنه. انما النتائج قلت له النتائج يا كابتن طبعا دي بتاعت ربنا. وبناء على الكابتن فتحي خد مني الكلمه طبعا وبلغ الكابتن محمود الخطيب، وكان دعم كامل طبعا من مجلس الاداره من بدايه ان احنا نوينا نبدا الرحله من مطار القاهره. طبعا اتشرفت طبعا بالدكتور محمد صلاح منتهى الامانه، داعم قوي جدا لينا طبعا عن طريق مجلس الاداره طبعا من بدايه الرحله، كان بان على وجوهنا ان احنا فعلا رايحين ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه للنادي. وبدانا يعني، بس كنت بادئ الاستعداد بدري شويه لما الكابتن فتحي قال لي، قلت له عندي مجموعه كويسه جدا قوامها كويس نقدر نطلع بيها، وغير اللعيبه اللي هي موجوده في مصر برضه يعني حتى اللي ما حصلش نصيب وسافر عندي مجموعه كويسه جدا، بس طبعا كان الرولز بتاعت البطوله ان انا محتاج 14 لعيب بس. وكنا طالعين بيهم، فلازم طبعا بنختار ال 14 لعيب طبقا لظروف السفر النادي الاهلي في الوقت ده بالظبط في الوقت ده، وكل بنخش في حته فنيه يعني اوقع شويه، وكنت قعدت واتناقشت فيها مع الكابتن، قلت له كل لعيب في المجموعه اللي بختارها بيلعب مركزين او ثلاثه غصب عني، لازم في معايير في الاختيار بالظبط. وده حصل هناك على ارض الواقع، كان معانا الدكتور محمد والكابتن فتحي، حصل اصابات كتير مشاكل كتير، مش اصابات لا شدود، لان احنا هنا النظام غير. انت تروح هناك يا كابتن اسامه نظام البطوله مختلف، ممكن تلعب ماتشين في اليوم وثلاث، كنا بنلعب ماتشين لحد ما ختمنا بثلاث مباريات. انا هنا بلعب بطوله القاهره، بلعب كل اسبوع مباراه، بيلعب مباراه، يا ريت مباراه، نص مباراه ماست اجباري، الرولز بتاعت منطقه القاهره كده، بلعب تلت ساعه ولازم اجباري اغير التسع لعيبه الشوط الثاني كله. فانت رايح في احمال ثانيه، انا هكلمك دلوقتي في نظام البطوله.